عادل خويا احمد وفين جبنا اليوم الكسوات القرونطاي السلعه اللي كيسولوا عليها برزطوك عليها اش قالوك عليها اه كساوي الكساوي الكساوي ونقدر نقول لك ها اه ما جاو الكساوي اه 80 درهم احمد الهبال ديال الحماقه احمد احمد اه راه ملي قلت لك ما بغيتش فيلات ما بغيت طوموبيلات بديتي تضحك عليا 1000 فرانك وحلال ها هما سولوا عليها اللي خداتها ب 3600 ها هي 80 درهم 1000 فرانك وحلال ها انت 80 درهم احمد الهبال ديال الحماق زوينه في الكوزينه احمد فيها الجموديلات ها انتوما العيالات زوينه في الكوزينه احمد شوف 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 صديفات والكوكيلية ها واش الهبال ديال الحماق احمد ولا لا روينا في الكوزينه ولا لا ها ها انت في هذا الموديل هذا هو هذا وفي موديل اخر عاوتاني 1600 روينا في الكوزينه هاي صحابات الزيف هاي ها الشوش هاي 1600 دري شتي ها النوار ديالها ها الموطار ديالها حنينه وحبيبه هادي حنينه وحبيبه هاي الروينه في الكوزينه وا احمد مالك فاطمه اه زين والحبس ولا فاطمه سكينه زين قلت لك حنا ما نخرجوش بحالنا بحال الناس خرج في حيط تخرج مع احمد تخرج مع باز لك اخويا والله الا باز لك ها انتم 80 درهم العيالات اش من لون اخر نحل لك اه نوار باقي نوار اه وا حليت نوار مالك حليتي السيال شاور حليتي مكتري لك فاطمه مكتري لك احمد آه. بغيت نسولك اخويا ما تقلق ما هو اه زيد فاطمه شي حاجه عاجبك فاش واش نقول لك منك ليها اخويا واش مشيتي تخطب واش كتبغي الجلاله واش كتشوف ما كنتش كنشوف كاع راه فين حيد احمد 1600 80 درهم حيد عادل خويا احمد الروينه في الكوزينه ها هو الهبال اوفر سايز 100 درهم شو كومي باش كيدير بشحال 100 درهم 100 درهم الا زدتي عليهم ما نسمحش لك بقى شي 130 الا زدتي عليهم ما بنزيد على شي واحد الا زدتي عليهم الثمن اللي كتقول لهم كياخذوا به الا زدتي عليهم ما نسمحش لك احمد روينا في الكوزينه احمد جوي في هذا الشيء 100 درهم الا زدتي عليهم مولاي احمد والله ما نسمح لك حتى هما ما يسمحوش ليا كاع ماشي هما اللي انا غنديرهم في جيبي ندير التقليد انا يا الدرب شيه روينا في الكوزينه احنا بالجوبه كل شيء احنا كاب 100 درهم ها هو ديال الخير ديال الصوفا العزل شيلو الحلوى البيض هذا يا الدرب روينا في الكوزينه العزل شيلونا هذاك آه الموطاد راه موطاد اه خسروش كان فيه الفين ريال احمد 100 درهم حيد احمد